ونعمل شويه بطاطس بالكراب ستيك مع الذره الصفراء وكده. وانا واقف افتكرت اللي انا نسيته. انا نسيت ايه؟ انا مش فاكر. وانها هعمل حاجه جديده مع الطبق ده. بتقول لي ما تحاولش تلوش، ما عندناش وقت. قلت لها هو انا اللي بطبخ ولا انت؟ طيب هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. نعمل مفاجآت كده على الهوا. ده البطاطس بتاعتي وادي الذره الصفراء، ده توم، ليمون، حبة خيار مخللين، الله، اهو بصلاية، شكرا يا استاذ ابراما. ده البصل، كده حطينا هنا حبة دقيق، كمان شوية كده ديت قليتها، حطيت نصها مقلي ونصها كده. مش عارف انا طالع غاب لمين.